عليكم تلاميذ الحلمين، شلونكم يا أبطالي؟ أبطالي بعد إن شاء الله ما عدنا دوام يوم الخميس. السبت دوامنا وعدكم إملاء، كتبت لكم على جروب شنو عندكم إملاء، وراح أرجع أعيدكم بالفيديو توضيحي. أول شي نخطط الدفتر مالتنا مال إملاء بهذا الشكل، نخطط دفتر إملائنا بهذا الشكل يا حلوين. نقسم الصفحة إلى قسمين، ويا ريت أمهات حبيبات تخططوا لي دفتر إملاء أكثر من صفحة، يعني 5 صفحات 6 صفحات على عدد أيام من اليومية. أنا أرد لهم إملاء قراءة أو رياضيات نخططها، ونهتم بدفاترنا القراءة والرياضيات مثل اليوم دفاترهم القراءة تجنن، ونريد بعد اهتمام حتى يصيرون متميزين. بالنسبة لإملاء القراءة بنرد لك إملاء يا بطل، مثلا أقول لك اكتب لي دا دقة دا، شلون نكتبها يا بطل؟ تكتب ويا نفسك، يقول اتذكر الدقادة يا حرف ويا من صار ويا حرف ما صار، مقطع دقادة هو حرف لو مقطع، فاكتب دقادة دقادة بين وبين نفسي. واحنا شنو بنكتب؟ احط ايدي على دفتري حتى احمي دفتري، ما حد يشوف دفتري او يعني ينقل من دفتري. ماشي يا حلوين؟ بعدها طالبت من عندك تكتب أرؤورو، أروي حرف المد الأو صار مقطع أرؤورو. طلبت منك تكتب كلمة داري دادا أرئيري داري، طبعا تتهجب بينك وبين نفسك بقلبك. بعد طلبت من عندك تكتب كلمة دادا 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 دادا. طلبت من عندك تكتب مقطع أرآرا أرآرا. طلبت منك تكتب كلمة دار دآدا أردار. طلبت من عندك تكتب كلمة دود دؤودود دود. طلبت من عندك تكتب مقطع أرئيري أرئيري. طلبت من انك تكتب مقطع دو دو او اوا. زين طلبت منك تكتب او او او. طلبت منك تكتب مقطع دي اي دي. طلبت منك تكتب مقطع او اي وي. طلبت منك تكتب كلمة دور عفوا دور دور. طلبت منك تكتب كلمة دادي دادي دي دادي. طلبت منك تكتب كلمة نقول عفوا مقطع دي اي دي كتبناه و اي وي كتبناه و اوا او او ار ارا ار او رو. وصلنا لحد الان ماخذين 9 مقاطع و6 كلمات يا حلوين. مثل ما كتبتكم يا بالدفتر القراءة نحفظها، نحفظ المقاطع يا حلوين حتى ردكم بها املاء بهذا الشكل نكتبه. اكو بعض الطلاب من قلت لهم اكتبوا كلمة جوا كلمة، سوى من قلت لك اكتب لي دادا، سوى بكلمة دادا 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 دادا، هيك غلط يا بطل. من اقول لك كلمة دادا 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 دادا، اقول لك اكتب جواها دار دادا اردا، مو تكتب د ار، هاي غلط، راح اعتبر الد هذا وار ار وحده وا وحده. ماشي يا حلو؟ قلت لك اكتب حرف الاي يشبه البطة، وقلت لك حرف يشبه البطة، ايش تكتب يا حلو هنا؟ تكتب اي اي مثل البطة وعدها رجلينات 2. قلت لك اكتب لي الد، تكتب لي هنا الد واحدة، اكتب لي ار الوكيح، هذا ار الوكيح يشبه الموزاية. ماشي يا بطل؟ فطلبت من عندك تكتب مثلا كلمة دود، تكتب دو 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 دي دود، مو تكتب لي دي وو ودي واحدة، هذا غلط يا بطل، هذا غلط، هيك الصحيح. ونكتب كلمة جوا كلمة، حرف جوا حرف، مقطع جوا مقطع جوا مقطع.
ماشي يا بطل؟ بهذا التسلسل يكون نكتب. ويا ريت امهات حبيباتي تردون لهم املاء اللي يقدر ويصور لي فيديو هو، وتردون الاملاء ويتهجى من اثناء الفيديو.